ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم. هذا بكل خير، وطاب الجميع أوقاتكم بالخير والحب والمسرات. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن العربية الأصيلة، من هنا من هذا الموقع التراثي في صباح هذا اليوم، لنتابع معكم هذا الحدث الكبير وهذا المهرجان الكبير السنوي، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة، الذي يرعى برعايته الكريمة هذا المهرجان الكبير السنوي بدعمه الوفير، بدعمه الكبير لرياضة الآباء والأجداد، والذي يأتي بنسخته الثالثة في أول أيام هذا المهرجان مع سن الحقايق. على بركة الله وحفظه وتوفيقه ينطلق السادس في مجموعة الأشواط الصباحية، وشوطنا السادس يحمل في طياته وكشوفاته وسجلاته فئات الجعدان الحقايق، خاص بأهالي أيضا المنطقة وآخر أشواط أهالي المنطقة. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله ورعاية. نتابع معكم المراكز الأولى المتقدمة، أبدأ مع المركز الأول، خطاب يتقدم بالمركز الأول، راشد بن مبارك بن محمد الاكتبي يقدم لنا خطاف على الصدارة والبداية، بينما المركز الثاني الشامخ لحمد بن عوض بن حمد الخاصوني الاكتبي يأتينا على المركز الثاني يقدم لنا الشامخ، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر يتحرك معزم لمطر بن عبيد بن خليف الطنيجي يأتينا مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع يصل إلى المهندس لعمر بن راشد بن رويجد الاكتبي قادم شعار بن رويجد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس أتابع من الجانب الآخر الوصول الجميل والحضور الرائع من الأسماء الواصلة والشعارات القادمة. وصل هنا بدران، والقادم هنا مع هذا الأداء الكبير ناصر بن علي بن سعيد بن قابض الطنيجي وصل، بينما الدخول أيضا مع الصيرمي لسعيد بن عبد الله بن سالم الاكتبي يقدم لنا الصيرمي، بينما المركز الخامس اللي وصل الآن وبدأ أيضا بالانضمام هذا هو صايب لمحمد بن حمد بن سهيل الشامسي قادم مع المركز الخامس. المركز السادس الواصل في هذه اللحظات يتقدم الشامخ لحمد بن عوض بن حمد الخاصوني، بينما الوصول أيضا مع شعر بالعظب يأتينا أيضا من الجانب الآخر يقدم لنا هذا الدخول. هنا جلمود سعيد بن راشد بن سالم بالعظب الاكتبي، والقادم هنا صايب لمحمد بن حمد بن سهيل الشامسي وصل بن فلاق قادم مع هاجس مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاق الاكتبي قادم، يا لها من اسماء يا لها من تحديات. يتدخل الان ايضا الواصل، الله يا مريم خاصم، هذا هو مخاصم صقر بن سلطان بن هويدن الاكتبي يقدم لنا مخاصم، وايضا شعارات قادمة شعارات هاجمة من الجانب الاخر وصلت الاسماء. تقدم هنا شاهين مبارك بن سالم الجزائري الاكتبي قادم، وتابع ايضا الدخول من مشغل سيف بن محمد بن سيف المزروعي، ولكن لنا عودة الى الصدارة، لنا عودة الى البداية، الى من غادر مع الخمسمائة متر، طار بالانتصار، هذا هو المهندس لعمر بن راشد بن رويجد الاكتبي يقدم لنا هذا الاداء، يقدم لنا هذا العرض. اي عرض يا بن رويجد، اي عرض يقدم المهندس، عرض يهز الارض في مهرجان سيدي حاكم الشارقة يحفظه الله ويرعاه. طار بن رويجد مع الناموس، سلام
سلام، سلام يا المهندس سلام، سلام براشد سلام، سلام برويجده سلام، عمر براشد برويجده الكتبي نهنيك على هذا الفوز وهذا الأداء الكبير. ويام زعفران من الطاسة زيده الزعفران، تهانينا وناموس على هذا الأداء. وسلام للرفيع سلام المركز الثاني هنا، وسلام خاصم صدر بن سلطان بن هويد الكتبي. بينما المركز الثالث أتانا مشاهدينا الكرام جلمود لسعيد براشد بن سالم بالعظم الكتبي. المركز الرابع وصل هنا هاجس لمطلب بن حمد بن عبد الله بن فلاق الكتبي. المركز الخامس حضر هنا في خامس المراكز مشغل لسيف بن محمد المزروعي. الله الله الله، تحديات قوية شهدناها. المهندس أمتعنا بحضوره الجميل. ها هي لحظات الإعادة، لحظات وصوله إلى خط النهاية. يقطع مسافة السباق بتوقيت 4:25 35 وست أجزاء من الثانية. توقيت المهندس عمر براشد برويجده الكتبي. سلام براشد سلام، واسعد الله صباحك على هذا الإنجاز الكبير. بينما من حصل على المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان مخاصم لصغر بن سلطان بن هويد الكتبي. توقيته الزمن 4:36 ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مخاصم صغر بن سلطان بن هويد الكتبي. بينما من حل ثالثا مشاهدينا الكرام وقدم الأداء الكبير كان هنا جلمود الشعاري بالعظم 4:36.74 من الثانية. تهانينا لمالك جلمود سعيد بن راشد بن سالم بالعظم الكتبي. عود بالتهنئة والناموس لمالك المهندس عمر بن راشد بن رويد الكتبي. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا الصباح، وتمنياتنا بالتوفيق للمشاركين في الأشواط القادمة. شيء ملل بجاش والسعادة تنتشي.